أطفال أصحاء، مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة أبناء المصريين. مؤسسة راعي مصر لتنمية المجتمع تعمل على تنفيذها بالتعاون مع شركاء الخير. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100,000 طفل تستهدف مبادرة أطفال أصحاء فحصهم بالمجان. 10 محافظات سيتم فحص الأطفال الأكثر احتياجاً فيها. المبادرة تنفذ عبر قوافل طبية لمؤسسة راعي مصر المنتشرة في أغلب المحافظات. 4 تخصصات رئيسية تستهدف المبادرة الاطمئنان على الأطفال فيها. كشف النظر يجرى للأطفال مع صرف نظارات نظر أو حفظ نظر للمحتاجين. تجري المبادرة العمليات الجراحية للأطفال المحتاجين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. تحويل الطفل المحتاج للمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمة حال الحاجة لعلاج إضافي.